كما كتعرفوا اليوم كانت الدوره الاستثنائيه، الحمد لله كانت الحكمه ديال القياده الجهويه والوطنيه من اجل درب هذه الصدع المشاكل هذه، باش ان شاء الله الخلافات تكون تناقش في المؤسسات الحزبيه. هذا اليوم هذا اشاره بان الاخوان باغين الخير للمنطقه وباغين الخير للساكنه، وحنا كنعتذروا لساكن السد البرنوسي على كل المشاكل اللي كانت في الصفحات والتواصل الاعلامي. حنا اللي كيهمنا هو الاشغال ومصلحة ديال الساكنة والمشاريع والإصلاح البنية التحتية، لأن المسؤولية ديالنا كبار من هذا الشيء، كبار من الخلافات الثنائية ولا الثنائية الشخصية، وإن شاء الله غيكون على خير المستقبل. وكما كتعرفوا هذا التحالف هذا باش جا لخدمة الساكنة، والتحالف خصو يستمر لأن البوادر ديال الخير بانت في السنتين الأولتين ديال التحالف، وإن شاء الله غيكون على خير. والخصوم السياسيين اللي ما نجحوش في التجارب ديالهم راه عندهم الحق يفرحوا ويبتهجوا بهذا الخلافات، وكيل الحكمه والعقلانه ديال المسيرين والمدبرين ديال الاحزاب ديالنا عندهم رؤيه كبرى، لان هادشي حنا ماشي مخيرين، حنا مسيرين، وان شاء الله غيكون على خير ان شاء الله في الايام المستقبليه ان شاء الله. وي كانت لا ماشي كان ضغط، كانت تعليمات صارمه. التحالف هذا يجب ان يستمر، وخاصها تكون انضباط الحزبي، ماشي احنا ماشي في شركه ديال مؤسسه ديالنا خواص ولا شي حاجه، هذا حزب كيدبروا تحالف، كاينه لجنه ديال القياده ديال التحالف اللي كتدبر هذا الشيء، عطاو التعليمات البارح الامس باش هذا الشيء هذا يتفك والخلافات هذا، ولا كان شي مشاكل ثنائيه تتعالج، والحمد لله حنا ما كاينش شي مشاكل كبرى، كاين خلافات شخصيه الحمد لله غنتغلبوا عليها، لان احنا ابناء المنطقه والعلاقه ديالنا بعضياتنا، احنا ولاد المنطقه وقرينا مع بعضياتنا، واللي كيهمنا هو المصلحه ديال البرنوسي، هذا هو اللي كيهمنا.